ملعب ليلة مقابلة أستراليا يحكي مع سلمى عيسى. سلمى 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 لا هذا شنو الاحتقال الفنانين توينس سلمى شيمة يقول حطاب انت قول عيسى تقول علم النفس يقول في إنسان يغلط برشا في الاسم عنده حاجة طمنت عليه ظهر لي تطلعش انت يا لا بالحق فما تفسير علمي كي واحد يغلط في الاسم تقول لكم بعد بيقول انت كامل يجبش يكون لي في مخ فما عبيد يسمعوا فينا ما يلزمهمش هي اسمها مروة مروة عيسى قدام مروة عيسى مروة عيسى باهي خلينا نرجع للاخبار مقبول ولا مش مقبول شعتيتوا عدد للاخبار ما نعرفش تحبوا تحكيوا عليها هي مروة عيسى ولا تحكيوا على اللعب ولا طريقة هي حديثها في البرنامج انها اثارت الجدل لان حكيت على خليت المنتخب الكل اليوم تركب له التهمة هذية نبدا بك انت مسير رياضي وبعد نجيك برنس هي الحكايه كما قلت انت من الاخر رفيق هي حابه تعمل بها شو ايش بيه يا اخويا انا نجم نكون عندي ليله مقابله اي ليله مقابله نجم نكون عندي صديقه بيك نجم نكون من قريب ولا من بعيد الو على السلامه سمعت بيك مريت شلا لبيس نجم تكون تاع درجير باص ما في حد شيء تجم تتعدى عادي اما يصبح لكن نحكي على تصبيح نولي ونحكي على موضوع يصبح قالت لب قال غدوه نطلب ناس العاديه اما فرق واحد يهز تليفون عنده صاحبه نجم يكون عنده صاحبي فنان نجم يكون اي في اي مجال نجم نسال عليه عادي برنس هذه هي مروة عيسى اللي انت غلطت في اسمها 10 مرات لازم فما لازم فما اشكال يعني سامحني باش نقول لها شنو هي الحكايه اللي جابتها لنا شو هي تقول صديق والصديق يحكيو بيك يعمل لك تليفون شنو عمل لك تليفون شنو المشكل عمل لك تليفون مش ليله الماتش والله كي نبدا حتى من الفستير شنو هو المشكل نسال عليك نطمن نطمن عليك يظهر لي حبه تعمل البوز واللي وين تعديت الساعه الحوار على فكر السنة في حبة شيخ روح تعمل البس ما صاب يخرج لنا الملاعب يذية ويقول صحيح راني كلمتها ما بس نطمن عليها وماي من بعد ناخذ زيادة هو ساعة كلمها يطمن عليها معناها وأصدقاء وأصحاب ما قاليش سهر معاها وصبح معاها للصباح بون ما نعرفش انا نلوم عليها مروة عيسى على خاطر ما كرهاش حكيت الحكايه هذيا بخيتو هو صديق دونك اليوم اصابع الاتهام باش تتجه نحو الملاعبيه الكل خاصه اللي هي سمعتهم الحقيقه مش باهيه برشا فرجيني سيسي على الشوطه اللي شاتها على الرباط الاسترالي وكل مره نحكيو في الموضوع هذيا ما هز الملاعبيه نتاعنا في هاويه الا علاقاتهم هذيا اللي كل مره تخرج لنا على مواقع التواصل الاجتماعي سال عليها وطمن عليها وقفت غاديك يعطيه الصحة تجاوز هذا مثلا صبح معاها نفهموا علاش خسروا ولا وين رتاون فضلك قلت فرجاني ساسيوي ما حقتش جبت فضلك جوست على الشوطة ذيك ما فهمت فضلك من فضلك ممكن انت ساكت من السبعة دونك تو هكا تكلمت مع عمك محسن حطيته في كوار وقفته بالارقام وقفته عكاش عجزت قلت له شركات المعيز وين الحل طلعت اعطيته درس بريف انا ايش حبيت نقول والله الدنيا مصادت هذه بالتليفونات ولينا نسجلوا تليفونات نقولوا شكون يكلمنا يا ودي شنو هي ما عادش عندنا عيشه بريفي مثلا واحد يكلم اكس يمشي يطل على اكس هاو صوروه بالسرقه هاو كذا هاو كذا انا اونتوكا تحيه ليه اذا حد حب عبد يتمان على صديق واذا يعرفها وبارودي انا قال لي ريتها في دبي قال لي ما تدخلهاش ولكن مش نقولها قال لي محليه سمباتي ريتها بالزهر هكا في معلومه لا تعنيني اما اللي يعنيني اكثر شو معناها عبد لب يسال عليك تجي توسخ 23 ملاعب بين ظفرين ولا 26 توسخ خاطر مش غلطه كبيره انه تلب يسال عليك اما تخلي جمهور عامه الناس هكا يحكيوا وشكون وكذا وعلاش وذاك علاش خسرنا وتاويلات ويزوها الملاعبيه الكل وقت اللي هي اصلا كان صارت خاطر مش مطالبين صدقوك معناها اللي هي صارت ما مش قران منزل كلامك نجم تكون جبت حكايه باش تبوزي في الباساج نتاعك في فكره سامي اثنين كان صارت ليست من المروءه يا مروة عيسى انك تجي وتحكي على حاجه صارت في الاوف بينك وبين عبد صحيت ما عندها حتى معنى وانا كان جيت السيده ذا انا ما عادش كلم على خاطرها هي اليوم ما كانش في مستوى الامانه كان نعاود ونقول لك هذا كان صارت تحكي هذا كان صار انا عجبني زيد يحكي على التسجيلات والله مساطت الحياه ما نعرفش شكون عاود لك شنو صار نهار سبت كي صوروا في الكاجيس على محمود سجل محمود هو الحاجه الوحيده اللي لفتت انتباهي في الخبر هذا الكل كيفاش تبدا انت حالتك الصحيه معناها على الاخر وتهبط ستوري على انستغرام زي الحق ما استوعبتش ذيك الحاجات اللي ما نفهمهمش انا بالحق تبدا واحد خشمه في درا شنو ويده فيها سيروم وكذا ومهبط ومهبط ستوري وحاجه اخرى زايده بربي احترم ولات توا بلا حدود نصوروا امهاتنا بيتنا المرضى عموماتنا اي واحد يدخش في البلاتو نعملوا له ستوري
اي اي معناها فما احترام رفيق عاود عاود معناها طلبت منك كل لطف تسكت باش يكمل معناها نعرف اللي عباد تحس على الاقارب نتاعها ما تعمل ستوري وهو في حاله معناها صحيه سيئه جدا ولا حاطط السيروم ولا ما تطلب الدعاء بالكش بكش باش الناس يدعيولها والله ما نعرف بربي فما اكس اخر ونسكروا بربي زيادة كيف اللي حكي عليه زياد مهم راه وانا رسالة واضحة توا مع شو تخرجوا مع عباد وكل شيء ونصوروا العباد نبداو قاعدين معاهم ومن بعد ضاع يخسر عليك والله ضاع التليفون ويهبطوا لك تصاورك واحد وانت قاعد مع اصحابك دونك كيف هذه صارت يظهر لي درنيير مو زيادة مع اعلاميين واحد دونك بربي نحيوها الصنعة ذي نتاع تصوروا العباد وتسجلوا العباد تخسر عليهم بعد كل سامحني راهي ضاعت سامحني راهي ضاعت الكارير وتمشي في الحيط باش نفسخ تصاورك توت فيت اون توكا ليس ما كانش حلو التسريح جوست باساج باش عملت بيه شويه بوز باش حكينا عليها احنا لهنا مي اون توكا حكينا باش نقول لك راه مش حلو كانوا ما سارش وتكذب اوكي هذيك امورك وفما ربي يعرف وكانوا صار وانت تحكي فيه زاد مش حلو عبد طلب يسال عليك خرجوا منتخب كامل ليله المقابله زعما 23 لاعب ما رقدوش خاطر مروه عيسى خليتهم كلثوم قلت خليتهم كلثوم